إنه النجم الكبير فاروق الفيشاوي، أول من جاهر بالعلن بموضوع الإدمان. أحمد كان السبب في إن أنا أبطل، قال لها إن أنا باخد السندوتشات وبجيب الورق الفويل برجعه عشان بابا بيحتاجه، كان شيء قاسي جدا عليا قوي. أنا ما لقيتش قد زي سمية الألفي خالص، كان في انفصال بعد 13 سنة زواج. ما تتحملش على شو؟ أنا مش بتاع جواز بصراحة. عينك بعدها زايغة؟ لو ما بقتش عيني زايغة ما بقاش فاروق الفيشاوي.